السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد مساكم. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا شباب نشكر حبايبنا اللي دائما بدعمونا باللايكات والاشتراكات، طبعا يا إخوان الحمد لله وفضل الله ثم فضلكم خشينا أو خاشين على 16,000 إن شاء الله. بس بداية حبايبي بدنا نشكر كل الشباب اللي امبارح حطينا لهم موقع الجي بي اس يلي عملوا لنا عليه تقييم 5 نجوم، وكمان يا اخوان اليوم راح نحط لكم اياه بالوصف. بتمنى يا اخوان هي راح نحط لكم الصوره هان بالضبط بالتحديد، بس بتفوت تضغط على الموقع وبتحط تقييم 5 نجوم وكثر الله خيرك، تمام شباب؟ هذا اول شيء. ثاني شيء يا اخوان اليوم بدنا نحكي شوية حكي منيح ومحترم. بس بداية حبايبي قبل ما نعمل أي شيء اترك الفيديو وفوت تحت اشترك في القناة، ضروري تشترك في القناة وتحط لنا لايك وتشترك في القناة، يرجع يدلكوا إياها. طبعا يا إخوان راح نطعم الجواز هسه حاليا زي ما انتم شايفين، وبعديها راح نحكي بموضوع مهم جدا زمان ما حكينا عليه وزمان ما حكينا فيه، تمام؟ خلينا أول شيء نطعم الجواز مع بعض ونشوف الملح. طبعا يا اخوان زي ما قلنا لكم علف زاد كثير ما شاء الله عليه، الحمام اليوم جوعتها عشان اصور لكم حلقه بالليل مميزه الكل ينبسط فيها ان شاء الله. طبعا يا اخوان العلف زي ما قلنا لكم بنحط 7 علف علف. السبع علف 3 علف علف زاد. يعني اخوان علف زاد كثير منيح اثبت لي وجوده انه اخوان البيض اختلف صحته في الخاص اختلفت كل شيء تمام. امشي 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 يا زلمه، احنا اليوم الواد بنصحى وحبيبنا حالنا بنضلنا قاعدين، ولك نسيناه نسيناه نسيناه، بدنا نشوف شو بده يعمل هو هسه، ولك نسي اخواله ونسي اهله. أكيد, اكيد 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 قاعد بصور، بدنا نشوف قاعد عند الحمام. بالله عليك وطي صوتك، هات هات شوف 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 طلع شو سوى. طلع زي هيك معلم الخضرة هاي وريحة اللحوم قوية بتخليك شو اسمه شو بيعمل؟ طول الشغل ولك طول الشغل. تعال فوتوا مرة واحدة تعال. ايش يا يوتيوبر يا معلم يا عمري ايش بتسوي معلم؟ شو يا ايش فيه؟ سهران انتو حمامات مين اللي ايش فيه معلم؟ سهران يا عمري ايش فيه؟ شو يا سهران انتو حماماتك يا حبيبي؟ سهران انتو تركت توجيهك بصوروا هدول ايش فيه؟ بدي افهم شغلة واحدة، تعال فهموني انا بس بدي افهم شغلة واحدة، اسئلتك بالله حافظ شكل هذا؟ حافظ شكل هذا؟ هذا نور، تعرف مين هذا؟ هذا مين هذا؟ ليش جايين على ليش يا حبيبي انت تركتنا ونحن قاعدين سهرانين ومبسوطين ورحت هربت من الغرفه قلنا يا فادنا صور حلقه للشباب يا حبيبي اعتقنا ولك تلفونك انهلا ولك الممر بطلت تخزن من قد ما هي بتخزن ولما يلعب بلاي ستيشن بضل يخسر برضه. سؤال مهم تجاوب عليه يا زلمه، بس يعني نحن عندنا تحدي مهم لازم تجاوب عليه لازم. انت ليش طيب هذا اتفقنا عليه استنى شويه هذا اتفقنا عليه استنى شويه اتفقنا عليه استنى انت نسيت اشكالنا يعني كمان نسيت معقول ما تقعد معنا معقول انت استنى استنى ايش في ايش في ايش في انت صارنا قديش مش شايفينك طيب انا صار لي قديش ما شايفيني عمي من النهاية اتفقنا انا واخوات تحت قلنا هلا نطلع لفوق لعل عادي الله عم يصور عمي نعرض عليها التحدي بما انه هو ما عم يشوفنا ولا عم يقعد معنا ولا عم يسهر معنا بدي اشوف معناته هو حافظ الطيور اكثر منا صح انت نسيت اشكالنا مين حافظ الطيور اكثر منا لا حافظ الطيور حافظ الطيور يا حبيبي مين هذا 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 مين امتى حلق هذا السجين انا هذا امتى حلق اسمعي انا ما راح افتح لك ايش ايش التحدي استنى ايش استنى معلم التحدي نسيت اشكالنا مش حافظ حمامات حافظ حمامات بقول استنى ايش ايش حافظ حمامات ايش بحافظ حمامات يا اخوان عليها وجه الله هو بقول حافظ حمامه عليها وجه الله هاي سام لاعطيه اللي بده اياه اللي بده اياه لاعطيه له اياه تمام بقول حافظ حمامه اذا حافظ حمامه ومتاكد من حمامه 100% زي ما هو بيحكي شايفين انا بدي اسمع انت شو برضيك شفت هذا الفيديو؟ لا وصله 1,000,000 لايك.
انا بمون على المتابعين، بتمون على المتابعين يعملوا لايكات واشتراكات. اذا ما بمون الشير والفيديو على هذه مو، اذا ما بمون، اذا ما بمون واذا ما عرفتهم مش هون السؤال. هلا احنا بدنا جائزة ايوه من القوايات لا شو اللي لا صار لي شيء اذا بدنا نشتري لهم ياهم المشترى منك بدك تربحهم اذا بس ايوان بدنا ندفع عنك بتعز عنك انت متابعين يا عمي ماشي انا متابعين اذا ما عرفتهمش لازم تعرف خمس طيور خمس طيور لازم تعرف من عشرة اذا عرفت خمسة انت نفدت لعشر طيور عشرة لا يا عمي لا هو عسل معروف الراسب لا حرام والله حرام عشرة خمسة من عشرة ناجح انت ما حكيت له طيب الطريقة اللي احنا بدنا نعرف كيف تعرف طيور انت ما تعرف شو الطريقة ما خبرنا شو الطريقة طيب الطريقة لا لازم نقوم نغمض عيونه اتفقنا طبعا عليه تحت اتفقنا عليه تحت انا فكر لي انا بدنا نغمض عيونه اذا حافظ حمامه بدناش نحكي معه يا حبيبي اما اذا انه مش حافظ حمامه معناته ولا في ولا شيء بينفع منه يا اخوان اخذوني وين انقذك انت وقعت معدي السماء ما فيش عندي شيء جيب الشريطه لان احنا بطلنا نشوفك وضع خاص عمي جيب الشريطه اي شيء نغمض عيونه هلا بتقعد هنيك على المقعد بتعطيك الورقه تبعتك بلش جاوب على السؤال سؤال سؤال 10 اسئله طب خلصونا من الفيديو بسرعه كان بدي طعم الحمام حرام هيك مني يا زلمه حرام هيك مني انت ما بدك تحل على السماوات نور بدك تعرف شنو هذا بدي اعطيك البدك اياه قرقاطي كشميري اعرف شنو قرقاطي كشميري لا هو منخاره طويل شنو اللهم صل على سيدنا محمد فضي بس اول كلمه ما بعرفها فضي بدي اسحب لحيتك هاي اللي بتحكي على المطوق قرقاطي على التيك توك فضحتك والله على قول لي اقسم بالله على قول لي يا حاج انت سقيت بدنا نغميك يا حاج انت سقيت وانا ايش بدك يا الله عليك بالاعدام ويا شاعر المقعد تبع الدراسه بدنا نرجع لايام الاول والثاني ليش هون طيب يا سيدي خلي الشباب ولا اقول لكم يا اخوان كمل حاول انت تفهم متابعينك انت شو هو التحدي اللي عرضوا عليك مالك والعرض عليك فهمتوا انه بدي اجيبوا لي 10 طيور بس اغمي عيوني لازم اعرف باللمس اذا ما عرفتهنش بوزع طيرين من الزوايا من عندي ايوه حلو اذا انت عرفت اربع طيور من 10 لازم توجع طيرين اربع من 10 اسرع ويا حكالك اربع خمسه من 10 كيف بتبادر من عندك يا سيدي النص بالنص لازم يعرف ال 10 لا 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 كثير لا النص بالنص ولا قد الساعه 8 ونص انت ما نزلتش تحت طيب النص بالنص يا سيدي تعشيت ولك العيلة كلها تهت ولك كل العالم ان شاء الله ايش في يا اخوان عندنا مناسبة وقاعد بصور اسمعوا بنجيب خمسة من عشرة يعني رابح ماشي خمسة من عشرة ياسين راح يعتبرك رابح يعني خمسة يعني بس خلنا بعرف ايش بالرياضيات اذا غلطت بتربح طيارين يا وياك من المتابعين ايوه بدنا نشوفه بدنا نشوفه هنشوف قاعد يا بتجيبنا نتيجه يلا عشان وقت عشان وقت كثير يلا نشوف يا حبيبي لا هيك مش بلا ما انت والله ما انا شايف يا جماعه والله ما انا شايف اصبر 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 عمي منيح رمي منيح عادي عادي نشوف الحمامات اللي جابهم جديد بعرفش عنهم شيء والله من القوايه تبعونه هو بجيب له كم من طير اذا فتح جناح الطير مش راح يميزه على اخو الثاني اسالتك بالله شايف والله ما شايف حرام علي اذا والله مو شايف وين كاميرا الشباب ها طب اسمع طب انقل مين هم طب اسمع انقل وين هاي الكاميرا هاي لفيت لفيت عليك هاي عندك هون هيك هيك هاي هاي الكاميرا هون الكاميرا هون شفت مبين وجهك مبين انت وراك خش اسكت اسكت ها وين الطير؟ هي اصفر قرقاطي اصفر لا 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 بدنا لا بدنا نشوف هي الطير دقيقة بس بالله عليك هدوا هدوا خليه يركز براحتك
حتى البيست بتطلع والله ما انا شايف البيست لا لا مش شايف لا لا يا اخوان هاي قدامك ها يا زلمه يعني ما جبتش الا عز طير عندي يا زلمه يا زلمه هذا المغبر وعرفته من صماي كفو كفو ابو يوسف كفو كفو شو هو هذا هاي المغبر ما اقول ما انا خلينا نصوت خلينا انت عرفته من صمايته اجيب لك طير ما تعرفوش ولا قرعت اسمع اسمع مالك ولا طير مليش مالك بس اعطوني يا مالك تعال احكي لك ايش بتفتروني والله بس اللي فت جوا واخذت هاي خلاله صمايته عشان انا اكون مركز عشان اكون مركز ايوه واحد ادشش منه اعطونا صوت بس صوت يا اخوان نوزع اوه 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 اصعب شيء جديد امسك هذا لا لا نور لا هاي هذا 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 احتمال يعرفه هذا والله خربط هذا احتمال يعرفه لا مسك اكل الشفر هذا شفر كمان مثل بشكو لا يا نور لا لا لا, لا, لا تخربط خلينا نشوف دمسك منقار الكشكي تبعه بمصطفى يا عمي وينه 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 اي 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 انت شلون انا زكريا انا زكريا عشان تعرف يا اخي اعطوني صوت والله خلارك هاي طبعا مالك رايح يجيب للطيور العادل عشان مالك بعد ما بعطيه ابو يوسف ابو يوسف ها نا يلا يا زلمه اخلع له راسي وانت جاي امسك هذا الكشكي وين هذا كشكي يا عادل كشكي مسنفر هذا واحد اسهل عليك لا لا استنى استنى هذا واحد من البلديات اللي عندي بس انو لون استنى شوي انو لون والله ما شوي استنى شوي هذا البلديات ازرق يا ابيض هذا لانه ضخم هذا ابيض كفو اقرع كمان كفو معقول الله يخرب بيت معقول راح تسيروا الفيديو معقول والله يا اخوان اسمعوا انا راح تسيروا الفيديو قديش هيك صاروا اربعه؟ لا اثنين لساتنا واحد ثلاثه لا ثلاثه والله صرتوا شريفين هلا صرتوا شريفين على دورك انا راح ابقى على كل كفحه كل اجابات قاعد بتعذب يا زلمه يا زلمه نقي لك شي طير هيك ما له معروف اعطوني صوت جيب طيور من الجوايد اسكت تبعون ابو يوسف نقي لك طير يا عمي اعطيني صوت خلينا نشوف يلا ها نشوف نقي لك طير مثل الناس والخلق والله كلهم نفس البذرة كلهم عشان يسمعوا اقسم بالله ما يعرفوا ولا طير منهم كلهم نفس الحجم جايب اليوم مزرعه يعرفوا مزرعه يعرفوا البريشو لأنه في واحد منهم أعرفه علي واقي أربعة ما جبتوش يعني هو أنت من زين الله أعلم استنى مش بواقي هو فيه ريشة كان هيها كأنه هذا البلندي الأزرق والله عارفه والله عارفه والله عارفه اضرب اضرب زكريا اضرب اضرب يلا والله عارفه عمي أنا بتجي على الفاضي على الفاضي حمام وعارفها يعني بس ممكن يخربط يلا هاي أنت هيك أنا شايف قسما بالله ما هي أنت هيك بس هم بيجيبوا لي حمام أنا ماسكها وعارف عارف تقسيمها وعارف جناحها وعادي دريشها بس يعني هانا الفكرة وبعدين بيجيبوا لي حمام نفس البزرة يعني المفروض ينوع يعني يجيب لي إشي هيك 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 يعني نور قاعد بيفحص فيه والله مسهلة علي احذر شو هذا بس قول يا هو شايف لا عشم نحن ها
ها الله يحرق اخت الخلاخي اخواني اذا جبت له بسمع نشيله حقه حمامه هو بميزها بدي اعرف بوجهه ومعواله هذا يا زلمه هذا البلندي يا زلمه انا بجيب له الحمام لانه هذا تبع عامر سبايكي اكيد راح يعرف والله حلو مالك اسمع اسمع هاي هذا البلندي ابدا بالفرح ايوه اضرب اضرب ايوه 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 يا اخوان خلص هيك ربحت انا هيك انت جاوبت على خمسه بس بدنا نشوف الحمد لله هيك بالامان لا حبيبي ولا امان ولا شيء خمسه ثلاثة ونص ساعتين ما وصلوا لأربعة لا إنه خمسة لا لا أنت هيك مجاوب خمسة بشكل صحيح بس حاول أنت تكمل يعني حاول أنت إخوان شيروا الفيديو يعني اسمع مالك يعني تحدي يعني هو أو تحدي بينه وبين المتابعين لا لا استنى شوي إذا الشباب ما شيروش الفيديو وما حطوش لايكات كثير مجبور مالك ونور ينطفوا السطح والجنون طبعا طبعا ما في نور ما في نور وينك حقك وين أيوة أيوة. نور من هسه قبل ما اكمل اذا الفيديو ما جابش لايكات شوف لي هذا هسه مش راح تشوف مش راح تعرف مجبورين انت ومالك نطفول السطح حقك يا سيدي موافقين يلا نور راح يتفرج البرج الاحمر والله انا عم والله العظيم انا عم طير عندي والله العظيم عرفوا يا اخوان والله العظيم هذا البرج الاحمر يا اخوان ما بزبط يا اخوان صلوا على النبي اول شيء في حمام خشنه اول ما يمسكها هيك ويمسك معوالها راح يعرف الطير يلا قديش هي سته لازم تجيب له بذره زي هيك اللي ما ايوه لا لا انا راح اجيب له واحد استنى استنى دي ايوه انا هيك بالامان يلا ماشي يلا يلا ها يلا ها يا نور طلع وينك انت تعال هيك انت سيب هيك انا بدي اياك شوي تعال ولا راي ليك بدي يضربك بدي يضربك لا عليك تعال بدي يضربك لا بدي يضربك نور بالله عليك تعال راح 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 هاي هيك يا اخوان هيك 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 يا اخوان والله العظيم ان يعني المفروض الشباب اذا ماشي لايكات كثير لازم نور وزكريا يدخل الصف يلا بس هلا تحزر وبوقف على راسك بس توقيف طب هاي خذ امسك وين الطير وين الطير هذا الطير بوكل عندي كثير هذا معلم الاسطنبولي الاسود والله العظيم لا يا زلمه تعلمش والله استنى هذا نور اللي جابه استنى شو استنى استنى استنى, استنى هذا حافي شلحنا الخلاخيل نحن هذا مش ملقويه عارفه هذا مش من القوية بس مش من القوية هذا من وين استنى استنى هذا من وين خليني اعرف لك شو هو ماشي شو هو طب امسك وجهه بجوز تعرف معوال هذا يا اخوان فرخ من الفراخ والله العظيم هذا معوال فرخ والله العظيم فرخ شو استنى خليك اتكلم فرخ ايش طيب زومبي الله ما بيعرفش بالحمام فرخ الزومبي زكريا ما بيعرف بالحمام حكى له الزومبي هو طلع الزومبي وفعلا هذا يا اخوان مش من القويه هذا مش من القويه من الفراخنا يعني اقول له نخدعه بالمطير هون والله هسه اسمع جاي لك طير هسه خلص خلصنا لا لا هيك لا انت ما وصلنا 10 قديش 7 اسمع بسرعه جاي لك طير يمكن بس تمسكه يمكن الله اعلم هو عزيز يا اخوان جيبوا لي من القويه من القويه هذا والله من القويه بس تمسكه احتمال استنى وين نور عرفت هاي هاي اي 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 اضرب اضرب هذا له مسيره معك يلا ان شاء الله مالي تعال شوي تعال بيعرفوا يا زلمه لا ما بعرف والله بيعرفوا نور مصدوم يلا ها ايش هذا ها دقيقه بس خليني اتاكد منه يا اخوان هذا العزيز على قلبي والله العظيم البلد اللي بحكي عليه والله العظيم من البلد يا اخوان والله والله البلد والله هيك انت بتكون اللي بحكي عليه كفيت ووفيت طلع تمام ضايع خلاص ضل ضلطرين لا لا والله اذا بتجيب لي اياهم كله اللي يعرف اذا خشينا وعرف خشينا وعرف يلا اعطيني قديش طيب عرفت الحمام كله ولا اعطيك شغلي ولا اعطيك شغلي 7 ولا 8 هيك انت هيك انت عارف الثمان طيور طب يلا خلينا نكملها مع 10 8 يلا ماشي يلا هي انه مش مره تحت تحت لا يا عمي بدنا من القويه لا 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 احنا قلنا من القويه طيب راح ما انا خدعتك وعرفته طبعا الطيور ابو يوسف
مالك قاعد بجيب منها مرة المرة 80 بس برضو مش نافع مع أبو يوسف. أصلاً إنك لا بلش عم تعلم عليها. يا رجل إيش في إيش طبعاً. لا لا أبقى هاي كمان. إحنا هيك يعني. يعني أنا هيك على. سبحان الله. إخوان كيف الواحد. والله العظيم يا إخوان. لازم لازم بالتعليقات لازم بالتعليقات تحكوا لنور ومالك نطفوا لي السطح والجنون يوم لأن أنا هيك عموري تمام. والله المفروض اشتك. بعد ما خلص انا حتى لو ما بركي ما عرفت هذا من قويه بس انه بس انه ايش ابصر يعرف ولا هذا هذا المنمر لحمه والله العظيم الف والله العظيم الف يا اخوان والله ما انا شايف يحرم والله العظيم ما انا شايف والله ما انا قسما بالله ما انا شايف والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما انا شايف يلا هيك قسم بالله ما انا شايف هيك هيك بنكون هيك هيك تسعة خلينا نكملها على 10 خلص انت هيك عرفتم كلهم خلينا نكملها على 10 على 10 ماشي هيك الفيديو راح يكون طويل من ابراهيم من ابو ابراهيم هذا من كشيشة النصر الفيديو 20 دقيقة من كشيشة النصر طيب جديد علينا والله العظيم يعني عن جد شو شعورك ابو يوسف؟ والله العظيم انا شايف شو شعورك لما انت عرفت طيورك وهيك سبحان الله الواحد بيعرف الطير تمسك الطير تعرف تلبيسته بتعرف ذيله انا بمسك الذيل هيك ليش يا اخوان؟ خلاص بحس بمجسم الطير كامل لما بمسك ديله مزبوط بمسك جناحه وبمسك صدره بعرف اذا في فتله فيه رفعه بمسك المعوال ما ببين دير بالك لانه اغلبيه حمامي نفس المعاويل طيب المعوال ما ببين طيب هسه انت طب هسه انت شو البواقي والشغلات طب هسه انت شو شعورك لما انت عرفت تسع طيور من طيورك طبعا يا زلمه ايش بفهم هذا انت مكيف عليه هذا انت عم تغشش ما انت ما هي عرفت هذا انت مكيف عليه ها خلينا نشوف اسمع يعني في طيور حلوه كثير هذا بولندي مصفر يعني بصفر بدل ما مكيف عليه هذا بولندي زاجل شو هذا انت ما بصير تلعب هون يعني هذا يا اخوان النور الازرق والله العظيم انا قلت لك رايير من التلفزيون والله العظيم قلت لك رايير انا ما بعرفش بالحمام صراحه لكن استنى نور في بدي منك كافيه انت كيف شايف لحد الان وقعت نور كافيه والله يا اخوان الحمد لله والله طبعا اقسم بالله عيني ما انا شايف فيها ممتاز الان تقدر تنهي الفيديو مع اللايك رسالك لانه ربح والله لانه ربح لانه يعني فاز انت بتمون عليهم انا بمون عليهم معقول طبعا يا اخوان انا جمعتك شكله راح ننظف عشان تكون عارفين عشان تكون عارفين اذا ما زبطتليش الوضع يا اخوان ما عملتوش اشتراكات ولايكات يا اخوان بما انه هلا هو عرف العشر طيور عرفت فحابب يهدينا انا ومالك جائزي ويعفينا من السطح والله تعرف غير سوى السطح غير السطح على العموم شباب هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتمنى اذا عجبكم المقطع تعملوا لايك واشتراك وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته